المنيو بتاع بكره هتطبخوا لنا باميه ورز وكباب حله. احنا هننزل نشيل الحاجات دي من السوق، عايزين حاجه نجيبها لكم معانا واحنا جايين. مسحله قوي حياتك. نعم قصدي موس عشان احلق بيه القلم، ابري بيه دقني، احلق بيه موس ابري بيه القلم. يا روحي حاضر اشتري لك برايه يا حلوه. هحلق دقني ببرايه؟ يخرب بيتك. فرصة غريبة اكون فايت من هنا وانتوا نازلين رايحين السوق. وعرفت منين؟ ما هو انتوا فعلا رايحين السوق. اصل الطباخ في الفيلا بتاعت عمه عيان قوي ما قدرش ينزل النهارده. عال فرصة وحيدة وصلكم من غير زغلول وحسونة دول، اتفضل. ميرسي قوي. ايه ده؟ هاي هلو. انسة بهيرة، انسة شهيرة. مش اوانس بقى، قصدي اوانس يا فندم. انا اوانس وهو كبد. تشرفنا. غصب عنك. صوتها كده اصلها بلعز وكامل العيلة كله. انا مسكومة. ريحني ملفات. كزوزة اهدم. يا سلام، منتهى الرقة والكرم من الأنسة بيسا انها تقعد معاها المجموعة دي كلها في الفيلا بتاعتها. بتاعت مين يا اختي؟ عمي. بتاعت عمي. ما هو اصلا عمها صاحب الفيلا راجل طيب قوي. بيني وبينك صاحب الفيلا دي راجل مغفل وحمار. انا اسف يا انسة، انا روحي راحت. اما حاجه غريبه عارفه بالصدفه كنت ماشي من هنا وبعدين. امال فين ناد ونجوى؟ الاثنين عندهم تدريب في الملعب. زغلول وحسونة. استنى وحياتك خدنا معاك. تلاقوا مش يعني. ارجع لهم، حرام عليك. حرام عليك انت، بقى انا موعود بالاثنين دول بالنهار وشهيره وبهيره بعد الظهر، والغريبه انه فيهم شبه من بعض. انت ما بتمشيش غير بحرس. حرس؟ عشان ايه؟ عشان بتخافي. من مين؟ مني انا. انا ما بخافش من حد ابدا. طب عيني في عينك؟ هو بيقول عليا انا؟ لا عليا انا. انت من مواليد برج ايه؟ الاسد. صدفة غريبة، البرج بتاعي. تقابل شخصية عظيمة سيكون لها اثر كبير في حياتك. اسمع كلامه ولا تكن عنيدا. وريني كده. الاخرانيه دي من عندي. انا ما بحبش ارقص بالشكل ده. كدابة. عيني في عينك كده. في الفيلا احسن عمي موتني. عمك. طب تعالي. ايه
عملتي ليه يا فينسا؟ استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي أول مرة تعملها. على فكرة أنا قلبي مش مطمن. إيه ده كريم؟ أنا بدهن كريم كراميل. بصراحة يا رجالة يا بنات، بيسا بعد ما خرجت من الكلية النهاردة الصبح ركبت العربية مع حمد. أكيد كان معاهم زغلول وحسون. لا يا أختي، زغوا منهم. زغلول وحسون أخدوها موت رجلي لحد هنا، قصدي لغاية بيتهم. يا حرام. إيه صعبانين عليك أوي. حسونة بالذات طبعا هو اللي صعبان عليه. إشمعنى حسونة؟ أنتِ هبلة ما تفهمي بقى. صحيح يا نهد؟ ليه ما قلتليش من زمان؟ أنا كمان من يوم ما شفتك. من يوم ما شفتك قلت البنت دي وحسونة لايقين على بعض قوي. إيه اللي عاجبك في أبو إردان ده؟ يسلين. أبو إردان؟ هو شكله هبل فعلا زي أبو إردان. أبو إردان، أبو جلامبو برضه عاجبني. شاطرة يا بنت. على الأقل أحسن من سي زغلول بتاعك اللي عامل لي زي العرسة المبلولة يا أخي. عرسة لابسة فستان، لابسة بدلة. نجوى، يعني عايزة تقولي اللي أنت وزغلول يعني أنا ما بعبروش، إنما هو بيحبني ومعين في دباديبي، وبيقولي إن جمالك مسح جمال البنات الكلية بأستيكة. ما حصلش. يعني انا كدابه؟ طب ده النهارده بالذات قعد يعيط ويقول لي ارحميني، انا لا بشرب ولا باكل ولا بذاكر ولا بنام. يا سلام، حب الكلبش في قلبي زي القراده. انا هو وقع على بوزه، ما عندوش كرامه ابدا. الله، احنا حلابك ولا ايه؟ اوعدنا يا الله. يلا بينا بقى يا شوشو، احسن الكلام ده بيجيب لي ارتكاري. يلا. بس نهد هي اللي نسيناها، حسونة مش حاسس بيها خالص. صوري يا شهير عمره ما قالها كلمة حلوة. حجر ما عندوش قلب. جبان حيوان. انت تخلصي خالص. قولي لي يا حبيبتي، انت هتقابلي حسونة الساعة كام؟ الساعة 10. يا ريت تخليها 11 عشان عندي محاضرة. ايه؟ حسونة ضروري عنده محاضرة. لأن حسونة لما هيشوفك هيبقى فرحان قوي، هينطق. يا ريت. هيتكلم، هيتنطط، هيرقص، هيغني. وبلاتي كمان غشنا. أنا هوب. قول اتكلم. أنا اتكلم يا حسونة. أصل في حاجة حلوة عاوز أقولها لك. قول، إيه هي الحاجة الحلوة دي؟ حلاوة حنيا. يا سيد يا بدوي، أنا لا عارف آكل ولا أشرب ولا أنام ولا أذاكر ولا أعمل أي حاجة. تتكلم جد؟ آه والله، وحصلت السنة دي إن شاء الله، وأدي كان رئيس المحاضرات ما اتفتحتش أهي. ومن إيه ده؟ ايوه يا عم طبعا يا سيد. ما قلتليش من ايه ده؟ منك انت. جمالك مسح بنات الجامعه باستيكه. والاستيكه اهي. حبك كلبش في قلبي زي القراده. ايوه بالظبط، زي القراده. والقراده اهي.